سعد سمير تعدي خطير، حط رجلك حط رجلك، برافو. على وسط الملعب مرة ثانية ناحية اليمين لخريستو بولوس، على يمينه خطير خطير، عرضية عرضية وهوبا والهدف، عرضية وهي وهوبا والهدف، اتعملت من ورا عمر جابر، عدى بيها حلوة قوي 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 من ناحية اليمين بكارس الحقيقة، وحطها عرضية طلع زي الوحش أعتقد بالكاس اللي حطها أو كاريليس هنشوف، لكن اتعملت متقنة ناحية اليمين. أدي اللدغة السريعة يعني يدافع يدافع وبعدين يلدغ، حطت حلوة قوي قوي ناحية اليمين، حطها جميلة باكيلس، عرضية دخل زي الوحش زي الوحش، حطها حلوة قوي 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 براسه كده كاريليس رقم 9، الهدف الأول للمنتخب اليوناني كاريليس رقم 9 في الدقيقة 29. كاريليس